ترفض الديمقراطية، ترفض الدستور، أيضا لا تعترف بأن يكون هناك رئيس للبلاد، هناك أمير للمؤمنين وهو الخليفة، أيضا ترفض الشورى وتعتبر الشورى ليست ملزمة. كيف لهذه الحركة أن تشكل نظاما سياسيا، وما شكل هذا النظام؟ شكرا جزيلا. أريد أن أرسل سلامي لكل زملائنا هنا ولك أيضا. بادئ ذي بدء، إن وضع طالبان محدود جدا، فلا توجد أي تفاصيل عن النظام الذي يريده طالبان. وهذا حينما ظهر طالبان في التسعينات كانت في حالة حرب، ولم يكن لديها الوقت حتى تقوم بعملية بناء الدولة وإدارة الحكومة، وكان هناك حرب حينها في أفغانستان. وبعد ذلك تغير طالبان من حكومة إلى حركة متمردة، وفي 2001 كان طالبان في حالة تمرد وليس حالة حكومة. لذا وضع طالبان الحالي غير واضح، ولكن ما نراه الآن هو بيانات من طالبان تقول مثلا أنه سيكون هناك مجلس أعلى، وسيكون رئيس هذا المجلس رئيس الدولة، وهذا المجلس سيكون به أيضا وزراء، وهم أعضاء المجلس وهم أيضا الوزراء، وسيتم تعيين هؤلاء الوزراء من قبل المجلس. نعم، وهذا أعتقد أنه أحد الجوانب التي تم توضيحها في إدارتهم للدولة. ورئيس هذا المجلس بشكل ما سيكون رئيس البلد، وأيضا سيكون رئيس هذا المجلس. نعم، هذه أحد الخصائص التي فكرت فيها. نعم، إذا استمر طالبان في النموذج الذي تريده، كل هذا يحتاج إلى ترتيبات وتنظيمات وقبول أيضا من المجتمع الدولي، وهذا في النهاية نموذج قريب من نموذج الدولة. وأعتقد أنه كان هناك فترة قليلة من الديمقراطية والانتخابات قبل 2001، ولكن قبل هذا لم يكن هناك أي نظام ديمقراطي لدى طالبان، فهي كانت شبيهة بالأحزاب الشيوعية الدكتاتورية. نعم سيد سادات، لذا نحن لسنا متأكدين إذا كانوا سيريدوا نظام به دولة وديمقراطية أم نظام به دولة وبه ديمقراطية. واضح، ابقى معنا سيد سادات، وضحت الفكرة.